صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الى معرض الصحافه. ننقله لكم مباشره من استجوهات الشروق الاخباريه، ونستهل هذا الموعد بيوميه الشروق تاتيكم بمختلف العناوين الرئيسه، حيث تتطرق هذه اليوميه صدر صفحتها الاولى الى تفاصيل توظيف الدكاتره. أيضا في عنوان آخر، ترقيات مهنية لفائدة 2080 ألف موظف، وزير العمل يؤكد المتعاقدون يستفيدون من نفس النظام التعويضي للموظفين، ووزير الطاقة يكشف عن 4780 منصب عمل بمنجم وادي أميزور بدءا من جويليا المقبل. على رأس صفحة الأولى في شأن القضائي، تعنون اليومية استرجاع محجوزات من الذهب وأموال بقيمة 3030 مليار أو 330 مليار أقول. في تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال، اخترنا التطرق إلى تفاصيله. الجزائر ترافع لفلسطين والسودان وليبيا من جدة، حيث شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الأربعاء بجدة على أهمية تكثيف الجهود من أجل كسب رهانات العمل العربي المشترك، حيث قال عطاف في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 32 أن هذا الموعد ينعقد في ظرف إقليمي خاص يعرف تطورات نوعية سريعة ومتسارعة تستدعي مواصلة العمل من أجل رص الصفوف وتوحيد الصف العربي بغية تجاوز العقبات والتحديات التي تحول دون ضمان مكانة تليق بأمتنا العربية. تفاصيل أوفى ضمن يومية الشروق. اهترنا لكم مقالا آخر نتعرف على تفاصيله. احترافات وتعويضات متأخرة من الدولة الفرنسية للحركة، حيث تستمر اعترافات السلطات الفرنسية بضحايا ممارساتها خلال العهد الاستعماري بالجزائر، حيث جاءت الاستفاقة هذه المرة جد متأخرة في حق عملائها، وبعد أن قضى الكثير من المتضررين من ممارستها غير الإنسانية، والإشارة هنا إلى الحركة وذويهم الذين جمعتهم فرنسا في محتشدات غير إنسانية غداة هروبهم بجلدهم من الجزائر عقب الاستقلال. وبعد أكثر من 60 سنة من الانتظار، أقرت الحكومة الفرنسية ما سمته قانون اعتراف الأمة تجاه الحركة، تعمل بموجبه على توسيع قائمة المستفيدين من الحق في التعويض، وذلك في أعقاب التقرير الذي قدمته لجنة مستقلة أنشئت خصيصا لذلك إلى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاثنين 15 من شهر مايو 2023. تفاصيل أكثر حول قانون اعتراف الأمة تجاه الحركة في يومية الشروق وفي صفحتها الثانية. مقال آخر نتطرق إليه، استقبال 7000 طلب لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه، حيث أعلن جمال بو قزاطة مدير التعليم والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع خصص أكثر من 5000 منصب عمل لفائدة حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس الوزراء والقاضية بتوظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه من فئة الأساتذة الجامعيين المساعدين والباحثين، وكذا فئة الباحثين الاستشفائيين. تفاصيل أكثر حول هذا التوظيف ضمن يومية الشروق. الخبر أيضا مشاهدينا، وفي قطاع التربية تطرقت إلى أهداف الإصلاحات والتي تحدث عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بالداري ليومية الخبر، ومن بين تصريحات الوزير الدراج والإنجليزية لا يستهدف أي لغة أخرى، والهدف من الرقمنة هو الوصول إلى صفر ورق. عناوين أخرى، حيث تتساءل اليومية عن ماذا يفعل زيلينسكي في قمة العرب، وضمن تصريحات عطاف المتواجد بجدة حاليا لا تنازل عن إصلاح الجامعة العربية. عناوين أخرى جانبية تأتيكم ضمن هذه اليومية. إذن في الاقتصاد، السوق الموازية في الواقع تنتقل إلى المواقع.
أيضا حماية المستهلك تؤكد أن أغلب الصفحات تمارس نشاطها في الفوضى. أيضا عدة خيارات لتوجيه ناجحي بكالوريا 2023 لمواكبة مهن المستقبل. وأيضا أسفل الصفحة الأولى دائما فيما يخص المستهلك، التونة الحمراء تغزو الأسواق. اخترنا لكم افتتاحية الموعد اليومي للتعرف على مختلف العناوين التي جاءت بها. عطاف يترأس بجدة اجتماع اللجنة المكلفة بتجسيد مقترحات الرئيس تبون، وعطاف يتفق مع نظيره المصري على تكثيف الجهود لإضفاء ديناميكية جديدة على العمل الثنائي. أيضا تسجيل أكثر من 97 ألف سجين في المغرب، وتحذير من تأزم الأوضاع، ومسؤولون مغاربة يطالبون بحلول عاجلة وتدخلات فعالة. اخترنا لكم أيضا يومية المساء الصادرة بتاريخ اليوم للتعرف على مختلف العناوين الرئيسة التي جاءت بها. وفي العدالة تقول أنها ضربت بقوة هذه الأيام، وملفات تخص قطاعات القضاء والتجارة والصحة في اجتماع الحكومة. في عناوين فرعية، رفع وتجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة الاستثمار. أيضا مشاهدينا فيما يخص القمة العربية، قمة الجزائر ترمي بظلالها على الجامعة العربية بجدة، وعطاف يسلم نظيره السعودي رئاسة القمة على مستوى وزارة الخارجية. على رأس صفحتي الأولى عزم رئاسي على هزم مقاومي الثورة الاقتصادية. اخترنا لكم هذا المقال للتعرف على مختلف تفاصيله، وتقرؤون فيه عزم رئاسي على هزم مقاومي التنمية الاقتصادية. استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، الذي عرض حصيلة ملتقى الأمن الغذائي في 10 توصيات لتحسين الإنتاج الوطني من القمح الصلب. وخلال الاجتماع قدم كمال مولى حصيلة المؤتمر الأخير حول الأمن الغذائي، كما أعقب ذلك مناقشة واسعة حول الوضع الاقتصادي للجزائر، إذ أعرب الأخير عن عراقيل إدارية تعترض الفاعلين الاقتصاديين لا سيما ملف العقار الصناعي، وأصر على تفعيل وكالة العقار الصناعي للمضي قدما في مجال الاستثمارات. المسار العربي تخصص صدر صفحتها الأولى لهذا الموضوع، وتعنون لجنة وزارية عربية برئاسة الجزائر تدعو للتحرك لمساندة فلسطين. الجيش يوقف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و34 تاجر مخدرات، وإطلاق حملة خاصة بتحديد جينات أصناف أشجار الزيتون عبر 18 ولاية على المستوى الوطني. في تفاصيل هذه اليومية اخترنا لكم هذا المقال نتعرف على تفاصيله. لجنة برلمانية استعلامية لرفع وتسجيل الانشغالات التنموية المحلية، حيث قام أعضاء مهمة برلمانية استعلامية شرعت في زيارة ميدانية لولاية بومرداس بتسجيل عدة انشغالات تتعلق بمشاكل قطاعات النقل والبريد والمواصلات بالولاية لرفعها إلى السلطات العمومية. جاء ذلك في لقاء مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، يقودها النائب زكريا بالخير بحضور والي بومرداس ورئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف طلاش ومنتخبين ومدراء تنفيذيين وأعضاء من المجتمع المدني. ننتقل بكم الآن إلى افتتاحية القائد النيوز. اخترنا لكم مختلف العناوين التي جاءت بها. الجيش بالمرصاد لفلول الإرهاب، خمسة وزراء أمام نواب مجلس الأمة، وعناوين أخرى. أيضا أخبار اليوم مشاهدينا نختم بها هذه الجولة الصباحية بين عناوين الصحف الوطنية. استحداث 5000 منصب عمل في الجامعات، الجزائر تقود دعوة عربية لمساندة فلسطين، وعناوين جانبية تطالعون فيها. إدانة تقديري بست سنوات سجنا، إحباط محاولات إدخال ستة قناطير من الكيف إلى الجزائر، وحجز 135 كيلوغراما من الذهب. أيضا
تتطرق هذه اليومية أسفل صفحتها الأولى إلى الدروس الخصوصية التي تقدم هذه الأيام للتلاميذ الذين سوف يجتازون شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي. هكذا تحولت الدروس الخصوصية إلى نقمة حقيقية. وعناوين أخرى تقرؤونها مشاهدين ضمن هذه الافتتاحية. أما في تفاصيل أخبار اليوم فيأتيكم هذا المقال: نعمل على توفير التغطية لسكان الولايات الجديدة والحدود. هذا ما أكده الوزير كريم بيبيتريكي الذي عاين قطعه بالتعرف، حيث أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لولاية التعرف أن الدولة تعمل على توفير التغطية بشبكتي البريد والاتصالات لفائدة سكان المناطق الحدودية والولايات العشر الجديدة. تفاصيل أكثر ضمن هذه اليومية. اخترنا لكم العربي الجديد ضمن اليوميات العربية التي نتعرف على عناوينها الصادرة بتاريخ اليوم: حرب أوكرانيا، تمديد مؤقت لاتفاق تصدير الحبوب. أما فيما يخص الوضع في فلسطين فتكتب القدس: مسيرة الأعلام تعيد التوتر. الأسد يشارك بقمة جدة وقطر تتمسك بحل يرضي السوريين. على رأس صفحتي الأولى تطالعون: سباق خليجي لجذب الأثرياء. وبهذا نختم وإياكم عدد اليوم من معرض الصحافة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.